8 لعيبه مصريه لعبوا في الدوري الانجليزي. اقولهم كلهم؟ 8. اقول كله يعني 8. طيب النني، حجازي، كوكا، صلاح، كهربا في الدوري الانجليزي، كهربا، رمضان كده. كام؟ 6 ولا 7؟ 6. احمد فتحي جده. هدفين في ماتش واحد لعمرو زكي هم الاشهر ليه في الدوري الانجليزي، سجلهم في مرمى مين؟ تقريبا ليفربول. مين حارس منتخب هولندا في مونديال 98؟ لا في التاريخ صعب قوي. فاندرسور. اوكي. في اي نسخه مونديالية احرز مارادونا هدفه الشهير بايده؟ انا فاكر بس برضه مش في التاريخ، صعب جدا. مين كان حارس مرمى منتخب ايطاليا في مونديال قطر الاخير؟ ايطاليا في مونديال قطر الاخير. بوف. هجمه لفريقك وهتباص الكره لمهاجم زميلك بيجري جنبك ولازم الكره دي تدخل جول، تحب مين المهاجم اللي يكون بيجري جنبك واللي متاكد انه مش هيضيعها؟ مين اللي بيجري جنبي متاكد ان هو مش هيضيعها؟ عمرو جمال. ماتش مهم ومصير لفريقك، ما ينفعش تخسر وقدامك تلاعب فريق من الاثنين، اهلي او زمالك، والاختيار بايدك انت، تحب تلعب مين؟ احب العب زمالك. انت المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، هتلاعب مين مهاجم اساسي؟ محمد حمدي زكي. عطلت على الصحراوي، تليفونك هيفصل، مش هينفع تبعت غير رساله واحده لشخص واحد وهتطلب منه يجي لك، هيكون مين الشخص ده؟ حسن الشام. عندك مشكله كبيره ولازم تاخد راي شخص واحد عاقل هيحلها لك، مين الشخص ده؟ حسن الشام. لقيت آلة زمن هترجعك لوقت فات عشان تغير حاجه في الماضي، تحب ترجع لامتى وهتغير ايه؟ احب ارجع لايه واغير ايه؟ احب ارجع للفتره اللي قبل ما اروح فيها الاهلي واغير ايه؟ اي حاجه تثبت ان الامور مش هتمشي زي ما مشيت معايا كده. اصل استخاره. لا، ان اي حاجه تحصل او اي حاجه تتغير تخلي الامور ما تمشيش بالطريقه اللي انا ما العبش، يعني عايز اروح ابقى كويس وهلعب وابقى عارف ان انا هلعب وكده. لو صحيت من النوم لقيت نفسك بتحلم وانك مش لاعب كوره ولا حاجه، ممكن تشتغل ايه؟ ممكن اشتغل ايه؟ وانا مش عارف ممكن اشتغل ايه بصراحه، بس يعني بحب الموضوع الاعلانات وكده. شايف نفسك جن؟ شايف نفسي ايه؟ شايف نفسك جن؟ جن؟ ما اعرفش بصراحه، مش انا ما بشوفش. كويس. طب لو عملت اعلانات هتشهر ولا هتمشي يمنعك الشكل؟ لا لا عادي، على حسب بقى، يعني على حسب الاعلان عايز ايه. ليك دعوه واحده مستجابه حالا، هتدعي بايه؟ ربنا يخلي لي ولادي.